توزن فوق 92 كيلو جرام مستوى الحزام الأسود والبني الرجال، وضد اللاعب جاو أسيس 27 سنة من أمريكا، 91 وزن فوق 92 كيلو جرام وزنه، أو 92 كيلو جرام وزنه 91. أظن تلخبطين في التسجيل يا هذا الأكثر عن 90، أكثر عن 93. ضد اللاعب أنطونيو براغا نيتو 23 سنة من البرازيل، جاو أسيس ضد أنطونيو، جاو أسيس من أمريكا وأنطونيو براغا من البرازيل. جاو أسيس بالحزام الأصفر والأخضر وأنطونيو بالحزام الأسود. محاولة من جاو أن يطبق عليه حركة التيك داون، لكن رد حركة مضادة من أنطونيو. أنطونيو براغا نيتو يحصل على 3 نقاط، ما أدري كيف المفروض يعطوه نقطتين لأنه ما عدى من الجارد، لكن يمكن في خطأ فني. نعم نقطتين. مدة المباراة 6 دقائق. ترى بس هي الفاينل الأخيرة. أظن خلاص بعد هذا كله فاينلز. مشكلة فاينلز وأبطال مستحيل تاب كله تطول. أدري. افتح. يحاول أنطونيو أن يعدي من الجارد، هاي محاولة منه. في نفس الوقت جاو أسيس يحاول أن يطبق عليه حركة السويب. محاولة من جاو أسيس أن يعق اللاعب حتى يحصل على نقطتين. لاحظ مشاهدينا الكرام اللاعب جاو أسيس كيف يستغل البدلة لصالحه، أو يستخدم بدلة اللاعب أنطونيو. الحكم كان يطالب من اللاعبين أنهم يتحركون حتى لا تحسب لهم أي مخالفة. محاولة من أنطونيو أن يعدي من الجارد أو يخلص نفسه من قبضة جاو أسيس. مستوى عالي في لعبة الجوجيتسو في هاي البطولة، بطولة سان دييغو الأمريكية، الجولة رقم 14 من جولات بطولة العالم لمحترفي الجوجيتسو 18، ومجموع جوائزها مشاهدي الكرام $1,000,000. الجولة القادمة ستقام في طوكيو في العاصمة اليابانية طوكيو، مستوى 5 نجوم في تاريخ 13 مارس 2011. هاي محاولة من أنطونيو أنه يسيطر على الظهر حتى يحصل على 3 نقاط. محاولة من أنطونيو قائمة، إذا قدر يدخل ريلا الثانية بيحصل على 4 نقاط. هاي محاولة من أنطونيو أنه يسيطر على الظهر، في نفس الوقت يحاول يضغط على جاو
ايسس بحيث ان يحصل عليه على حركة استسلام. نعم اضاف الى رصيده 4 نقاط، يضاف الى رصيد اللاعب انطونيو 4 نقاط، 6 لا شيء لصالح انطونيو من البرازيل. اظن استسلم اللاعب، نعم اللاعب جو ايسس بحركة استسلام. الروح الرياضية اللي تمتع فيها اللاعبين روح رياضية عالية. مبروك للاعب انطونيو براغا نيتو من البرازيل، وانتهل الى المباراة اللي بعدها الى النهاية.